أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج المشهد. نتحدث فيها اليوم عن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا بناء على الدعوة التي تلقاها من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل صاحبة المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا، ودشنتها ألمانيا العام الماضي خلال رئاستها لمجموعة العشرين. تنظر ألمانيا إلى مصر ربما على أنها بوابتها للعبور إلى علاقات اقتصادية قوية إلى إفريقيا، لكن ليست هذه كل النظرة. ألمانيا ترى في مصر دولة هامة ذات موقع استراتيجي هام، وكما ذكر الرئيس السيسي أيضا أن هناك علاقات استراتيجية وعسكرية قوية جدا تجمع بين مصر وألمانيا. أيضا الدولتان ربما يحتاجان إلى التنسيق فيما يتعلق بقضايا الأمن وملفات النزاع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في قضايا أخرى كثيرة تهتم بها الدولتين. نتحدث عن هذه الزيارة وما يمكن أن تفتحه من أفاق اقتصادية واستراتيجية للدولتين، وأيضا عن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. معنا على الهواء مباشرة السيد فولكهارد فينفور، الكاتب والصحفي الألماني ورئيس جمعية المراسلين الأجانب في مصر. أهلا بحضرتك معنا. أهلا. نخرج مشاهدينا إلى هذا التقرير، نتحدث فيه عن أبعاد زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا، أو ربما حتى يتم الانتهاء من هذا التقرير نبدأ الحوار مباشرة. سيد فولكهارد، كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟ أهم الأبعاد التي يمكن أن نبدأ منها كمنطلق للحوار. حضرتك ذكرت المحاور الأساسية. أنا أشدد على شيء أساسي، الزيارة للرئيس لألمانيا هي مش أول زيارة، تنطلق من على أساس علاقات متينة جدا بين الدولتين، ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية، وهذه العلاقات تتميز ب يعني جودة العلاقات في كل مجالها، حتى في مجالات ما كانش فيها تعاون من قبل حاليا اشتد، مثلا عسكريا وأمنيا. طبعا دي صفة مهمة جدا نظرا للأحداث المحزنة اللي بتحصل في بعض المناطق. طب حضرتك تحدثت انه في مجالات لم يكن فيها تعاون، وتحدثت تحديدا عن الجانب الامني والعسكري، ما الذي حدث في هذه العلاقات واوصلها الى هذه المرحله من الشراكه الاستراتيجيه بين الدولتين؟ انا اقول الاول العلاقات العسكريه لا تتم الا لما ينمو التقارب بين الدولتين المعنيين في العالم كله كده بشكل واضح ومقنع وأقوى منها مع بين الدول اللي ما كملش لسه هذا النوع من التفاعل، مش مجرد التكامل. وهذا حصل مع مصر وألمانيا، وكمان اللي لعب دور في هذا الشيء أن المواقف السياسية بالنسبة لألمانيا ومصر يعني فعلا متقاربة من بعض، وأحيانا متطابقة كمان، بلي هذا مش شيء طبيعي. مثلا نشوف حكاية الإرهاب اللي بدأ في مصر، ظهر في مصر في التسعينيات، ومصر قدرت تطور أساليب متقنة للقضاء عليها. ومثلا يوميا كان الألمان، السياح الألمان أكثر الأجانب بزور مصر. صحيح. وحصلت يعني حاجة صعبة. حالة صعبة في 17 نوفمبر 97 في معبد حتشبسوت في الأقصر. برغم ذلك القوى الأمنية المصرية والمخابرات طبعا تمكنوا من أول التعرف على القتلة ومن وراها،
الضوء على الشبكة كلها. وهذا طبعا هذا النجاح غير عادي أثر في الألمان ودول أخرى، ألمانيا بالذات فعلا أعجبت بهذا النوع من الأساليب. إحنا مرت بنا من زمان هذا من عشرات السنين بعض أنواع الإرهاب من مجموعة إرهابية ألمانية اسمها بادر ماينهوف يسارية، ولذلك طورنا المخابرات الخاصة بالنسبة لمكافحة مثل هؤلاء، وحصل حكاية خطف اختطاف طائرات لوفتانزا مركبة، وتم التحرير على أرض موغاديشو الصومال بشكل غير عادي. وأنا بقول الأمانة عندهم خبرة من نوع معين، وقضينا على شبكة بارامينوف كان في منتهى الخطورة، قتلوا شخصيات كبيرة. وهم لذلك أصحاب القرار في يومي في بون وحالين في برلين الموحدة تنبهوا تمام وتابعوا اللي يحصل في مصر ومحيطها وكيفية تتمكن الأجهزة المصرية المعنية من التعامل مع هذه المشكلة. طيب. رغم العلم أن هناك جهات أجنبية اللي دون شك تدعم أو دعمت وربما ما زالت تدعم العناصر الإرهابية دون شك. طبعا هذا ليس في مصر فقط لكن في الدول المحيطة ملفات طبعا قلت صحيح ليبيا سوريا العراق صحيح. ما نوع التعاون الذي يمكن أن يتم بين مصر وألمانيا في هذا المجال؟ حضرتك قلت أنه ألمانيا معجبة بالتجربة المصرية، تحدثت عن يعني رؤية ألمانيا لتعامل مصر مع الإرهاب في التسعينيات، والإرهاب ما زال مستمر ولكن بأشكال أخرى. ما الذي يمكن أن يكون عليه تنسيق بين الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب الآن؟ لو عرفت هذه المعلومات كان ممكن رد تفصيلي، ولكن أنا أعتقد التفاصيل في هذا الموضوع يجب أن تبقى سرية كي لا يستفيد المعنيين بهذه المعلومات. ولكن دون شك هناك تعاون على قدم وثاق، والرئيس السيسي تقابل مع المسؤولين عن مكافحة محاربة الإرهاب في ألمانيا مش أول مرة، ومع العسكريين كمان مع حتى التعاون العسكري مش بعيد خالص. طبعا دي نتيجة التعاون والثقة المتكاملة والتحدث مع أصحاب المصانع المنتجة لبعض ومش مجرد أسلحة، الأسلحة تختلف. أهم السلاح في نظري الألم اللي في إيدك، بس برضو في أمور أجهزة خاصة جدا. صحيح. وتم في هذه الزيارة كمان تم تجديد التعاقدات والتعامل، مش عايز اقول تدريب، احنا ألمان نستفيد من الخبره المصريه اللي اثبتت نجاحها في المنطقه اكثر من اي دوله اخرى، وده موضوع اساسي، وده تدويق للثقه بين الدولتين، مش من ضمن المجالات الاخرى، لا الحاجة دي بالذات لا تتم إلا بين الدول اللي تثق في بعض ثقة كاملة. طيب الهجرة غير الشرعية أيضا ملف مهم جدا، يعني طبعاً. الرئيس اليوم أشاد بما أسماه التعامل الإنساني لألمانيا مع قضية اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الألمانية، لكنها مشكلة كبيرة تؤرق أوروبا وأحدثت خلافات سياسية ربما في ألمانيا. طبعاً. دور مصر في يعني ليس تحجيم ولكن تنظيم فكرة الهجرة غير الشرعية ووصول اللاجئين إلى ألمانيا، كيف يكون التنسيق في هذا المجال؟ اللي حصل بالنسبة لألمانيا والسويد ناخد دولتين بالذات من
سنة 2015 16 بالذات شيء فريد من نوعه، يعني مئات الالاف ممكن نقول ملايين حوالي كل البعض 2 مليون بشويه من السمي واللاجئين يعني مضطهدين سياسيين او في الغالب نسميهم اللي لجأوا او يحبوا يهاجروا الى الدول اللي يكون معهم مستقبلهم المعيشي افضل من بلادهم. ولكن برضو الحق يقال ألمانيا فتحت ذراعيها، بس للأسف شديد لأن في بداية ما كان في أي، لما دخلوا أراضي ألمانية ما كانش في أي معاملة أمنية، حتى دخلوا الحدود والجهات معنية احتاجوا له أشهر أحيانا أكثر من سنة ليعرفوا مين إذا دخل عندنا. وطبعا دي مشكلة، واتضح أن عدد لا بأس به من الإرهابيين استغلوا هذه الفرصة وهذه المعاملة الإنسانية واستغلوها استغلال سيء. طبعا حاليا مش ممكن، لأن ميركل غيرت سياستها من خيالي بدون ما أتكلم كثير، بس كان لابد. وأعتقد أن مصر فهمت تماما هذا الموقف، هو أساسا إنساني. ولذلك كان في فكرة عند ميركل وبعض الرؤساء وأصحاب الحكومات ورؤساء الدول الأوروبية من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفادوا أنهم أن مصر مثلا أو ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب تقيم مراكز ضخمة ومزودة بكل الإمكانيات لاجئ او للمواطنين من الدول اللي هربوا منها اساسا. نعم. معظمهم هربوا، تركوا اراضيهم بدون تاشيرات او حاجه. بل في منهم من رموا جواز سفرهم. صحيح. يعني صحيح مرفع. نتذكر يعني طبعا لذلك على امل ان ده يسهل العمليه. مصر اقنعت المانيا والدول الاخرى هذه وسيله غير مجديه، بالعكس ممكن تنبق مشاكل اضافيه. ماذا كانت الرؤيه المصريه؟ الرؤيه المصريه اولا قبل ما ارد رد مباشر، مصر لها خبره برضو مع استيعاب مواطنين لاجئين من دول اخرى هاربين مش هاربين. مصر تعيش حاليا فيها تقريبا يعني ما يقارب 5 مليون شخص لجأوا أو آبائهم لجأوا من مصر، من إفريقيا، من السودان وغير السودان، من إريتريا، يعني الدول الإفريقية كثير، جنوب السودان. ومصر امتصت هؤلاء، ما بقومش مرة واحدة، ما بقومش يعني زي عندنا كده على طول. دي ظاهرة من يعني عشرات السنين. وتمكنوا طبعا من استيعابهم في المجتمع المصري. ما حصلتش اي ظواهر يعني. بس على اساس الدولة تعرف مين عندها. صحيح. وتسجل وتتعامل على هذا الاساس. ودي مقنعة اكتر بالنسبة. وكمان مصر من رأيها لو اتعملت هذه المراكز، مراكز التنمية ده يشجع الآخرين، هيزيد الهجرة بشكل عالي. ودي مراكز قوية وحلوة وألمانيا ما تنفق مش عارفين. لا ده يشجع ولا يحل. بل كان من رأي بعض الساسة الألمان برضو، مصر من أول رئيس نفسه قال لك كمان مرة سفير ألماني وبعض بعض المسؤولين الألمان في زيارتها لازم أن نفعل شيئا مع الدول القارة السمراء بالذات، تلك الدول اللي فيها مستويات معيشية صعبة. صحيح. طيب وهذه الفكرة هي منبع فكرة مبادرة أنجيلا ميركل
لمشاركة افريقيا. يعني سنعود الى هذه النقطة بالتفصيل لانها جزء مهم جدا في هذه الزيارة، لكن ينضم الينا الان عبر الهاتف من برلين السيد علاء ثابت رئيس الجالية المصرية. سيد علاء، يعني اصداء هذه الزيارة هي فعالياتها متعددة، لقاءاتها متعددة سواء بالرئيس الالماني، رئيس البرلمان الالماني، المستشارة الالمانية، غيرها من الفعاليات، ما هي اصداءها هناك في المانيا؟ سيد علاء ثابت. طيب يعني حتى نعاود الاتصال مرة أخرى بضيفنا من برلين، ننتقل الآن لمتابعة هذا التقرير الذي أعددناه خصيصا عن أبعاد وأهمية هذه الزيارة، ونعود لنستكمل الحوار. تواصل الزيارة الناجحة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، والتي تأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة بين القاهرة وبرلين منذ نحو 100 عام. الرئيس السيسي عقد اجتماعات ولقاءات مهمة خلال الزيارة، حيث عقد قمة ثنائية في برلين مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، تناولت العلاقات الثنائية وقضايا التعاون الإقليمي المشترك. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة أكدت على دعم التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، وكذلك التعاون الأمني المشترك بما يحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة. كما عقد الرئيس السيسي محادثات مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولر، حيث أشاد السيسي بالتعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني، معربا عن تطلعه لأن تسهم تلك الاجتماعات في تعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجال الإنمائي. الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء كبريات الشركات الألمانية بحضور وزير الاقتصاد والطاقة بيتر ألتماير، وأعرب الرئيس السيسي عن حرصه على عقد هذا اللقاء الذي يجسد التعاون الممتد بين مصر وألمانيا، معربا عن تقديره لدور الشركات الألمانية التي يعمل عدد منها في مصر منذ أكثر من 100 عام كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرص مصر على استمرار وتطوير تلك الشراكة. وتمكنا من الاتصال الآن بضيفنا من برلين السيد علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في ألمانيا. سيد علاء، كنت أسألك عن يعني أصداء هذه الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى ألمانيا، لقاءاته المتعددة بكافة ربما أو مسؤولين على مستوى عالي جدا هناك في ألمانيا، ما هي أصداء هذه الزيارة؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، واهلا وسهلا بضيفك. انا طبعا اشكر حضرتك على التواصل مع المصريين في هذا. طبعا الزياره دي مهمه جدا جدا. اهلا بك. الزياره دي مهمه جدا جدا، اولا للجاليه المصريه خاصه، و لمصرنا الغاليه، لان طبعا العلاقات حاليا دلوقتي اللي بين مصر وبين المانيا توترت في لاسباب كثيره اقتصاديه، وحاليا دلوقتي بدا في التعليم وبدا في الطاقه المتجدده، فالمانيا شريك اساسي لمصر، وده اللي بينعكس عليه قد ايه العلاقه حاليا دلوقتي وصلت لمرحله ان احنا الحمد لله بدانا ان احنا نجني ثمار المشاريع اللي اتعملت في مصر، وتقريبا في حوالي 1200 شركه المانيه بيشتغلوا في الطاقه المتجدده، وبيشتغلوا في المياه، وبيشتغلوا في حاجات تحليه المياه، في حاجات كثيره. فطبعا الزياره دي بالذات كان لها صدى كبير جدا، حتى في الصحف الالمانيه كانوا مرحبين جدا جدا بالذات الرئيس السيسي، لان الرئيس اثبت وجوده في جميع انحاء العالم باستقرار البلد، باستقرار مصرنا الغاليه، لان طبعا وضع طبيعي البنيه التحتيه مطلوبه ان هي تتعمل في مصر، اذا كانت في كباري، اذا كانت في بالنسبه للطاقه المتجدده، بالنسبه للمواصلات، بالنسبه للحاجات دي، وده اللي بيسعى فيه الرئيس. وحالاته المكوكيه اللي موجوده خارج العالم، اذا كان في الصين ولا في المانيا ولا في امريكا ولا في روسيا، ده كله بينعكس عليه مع العلاقات مع المانيا، والمانيا بتمثله طبعا كدوله محوريه في الاتحاد الاوروبي، ان هي تهمنا في ان احنا نتعامل معاها. يعني الزياره دي كان في اكثر من اتفاقيات اتعملت واتفقوا على مصر والمانيا ان هم
يشتغلوا فيها بالنسبه للتعليم وبالنسبه للصناعه، وده شيء جميل يعني بيقود على مصر الغاليه بالخير ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا السيد علاء ثابت رئيس الجاليه المصريه في المانيا متحدثا الينا من برلين. سيد فولكارد، قبل هذا الاتصال كنا نتحدث عن يعني هذا الخيط الذي التقطته المستشاره ميركل حينما رات انه ربما تجنب الارهاب والهجره غير الشرعيه يكون عن طريق حل المشكلات في من المنبع من الدول التي تصدر المشكلات. هذه الرؤية بالتفصيل كيف تم تنفيذها في العام الماضي وتستكمل في هذا العام؟ في لجان خاصة تشكلت، وأنا لا استبعد، مش عايز أقول زيادة، بس حسب معلوماتي إن هي تتجه إلى مشروعات ألمانية مصرية مشتركة، قد تنضم إليها بعض الدول الأخرى، بس على أساس في الأساس الألمان والمصريين، وتبدأ مثل هذه المشروعات في بعض الدول الإفريقية، مش كلها مرة واحدة، إفريقيا فيها 40 دولة وفوق 30 دولة، وأعتقد هذه المشروعات تمتد مش مجرد إلى يعني لا تقتصر المشروعات اقتصادية معينة و مشروعات البنية التحتية على قد ما هي مهمة، لا أكثر، لا تأثير اجتماعي يعني ممكن عبر عنها بكده. ما تمن يتطلب تعاون وثيق مع الوزارات والحكومات في الدول الإفريقية، وأنا أقول مثلا دولة زي نيجيريا سكانها تجاوزت 200 مليون عندهم يعانوا برضه من ما يشبه الانفجار السكاني وبياكل كل ايراد الدوله خلاف بعض المشاكل يعني عندهم ارهاب كمان ظاهره ارهابيه وما الى ذلك. وناخد دوله ثانيه، دي دوله برضه مهمه جدا واكيد هتتلقى اهتمام وعون، ساحل العاج ولها تأثير في الدول المحيطة بها، ومالي، غينيا، بيساو، يعني أنا بيقول التفاهم المصري الألماني موجود من فترة، والزيارة مش مجرد تؤكد ضرورة التعاون، بل تمت خلال او تتم خلال هذه الزياره، لسه الرئيس هيقعد كمان يومين زياده، توقيع بعض الاتفاقيات المتعلقه بهذه الجهود المشتركه، قد تساعد فيها بعض المنظمات الدوليه او الاقليميه، دون شك عندنا امم تحت، عندنا الاتحاد الاوروبي، ولكن الاساس حاليا يكون المشاركه المصريه الالمانيه. ليه؟ مصر تعتبر بوابه افريقيا، ومصر لها هويه افريقيه، لها هويه عربيه وهويه متوسطيه، صحيح، وهذا يفسر كمان العلاقات الجيده والمفيده مع ابرص واليونان. طيب بس هذه الرؤية الألمانية كيف تراها أوروبا؟ يعني ألمانيا دولة كبيرة عضو في الاتحاد الأوروبي، هناك دول أخرى مؤثرة، صحيح، تتفق أوروبا مع هذه الرؤية الألمانية؟ هل يمكن أن تستفيد منها تدعمها، ولا هذه رؤية ربما ألمانية يعني منفردة؟ أقول لحضرتك حسب متابعتي لتوترات شبيحة إلى حد ما، يعني كل مشروع كل مبادرة ما فيش تطابق، بس يعني عشرات السنين لو هذه المبادرة تأتي بمطلوب ولو نجحت ستتسابق الدول الأوروبية للمشاركة، كلها عايز يستفيد. مصر مثلا قدمت، ناخد نموذج مصري، المنطقة الاقتصادية الخاصة في منطقة قناة السويس،
هي عبارة عن هونغ كونغ كبيرة وبدأت تجلب شركات منهم الألمانية روسيا الصين. الصين تنتج في هذه المنطقة الخاصة ويعني تصدر على طول، وطبعا موقع جغرافي ممتاز. وشركة زيمنز للاتصالات ناشطة في مصر منذ قرن وزيادة، وعقدت صفقة أكبر صفقة في تاريخ الشركة مع مصر في قرن واحد مع مصر. ومستعدة أن بل راغبة في توسيع نشاطها. وأنا قادر أقول الفرص جيدة لأن شركة أخرى، شركة كروب تويسن وشركة ديا هي شركة النفط الألمانية أعلنت امبارح أنها مستعدة لزيارة استثمارات في مصر للمجال الغاز ومجال تسييل البترول. يعني ألمانيا ترى في مصر، صحيح هي بوابة إلى إفريقيا، لكن مصر كمصر كموقع وكأهمية وربما كمشروعات اقتصادية حاليا هي أيضا مصدر الاهتمام ألمانيا. وأي شركة مثلا مصانع شركات تتعمل في منطقة قناة السويس الاقتصادية الخاصة هتفي ثلاث أطراف، حتى الدول الإفريقية يستفيدوا منها لأسباب كثيرة. صحيح. ومثل هذه المشروعات ألمان أدركوا أهميتها على طول. سبقتنا الصين، سبقت الصين، سبقت ربما العالم في الاهتمام بهذا المجال. حضرتك تحدثت عن يعني دول إفريقية هامة قد تكون منطلق للمشروعات طبعاً. يعني من خلال هذه المبادرة للشراكة بين ألمانيا وإفريقيا. البداية تكون من أين سيد فولكارت؟ يعني أي الجوانب الاقتصادية تحتاجها إفريقيا أكثر لتكون منطلقا للتنمية؟ إفريقيا أو الدول الإفريقية، الدول الإفريقية تحتاج دعم ومساعدة، أحيانا في البنية التحتية وأكثر من كده، حتى يعني نوع من الزرع المشهور مش عايز اقول كلمه تنوير، هم عندهم برضو ناس بيفهموا وكل حاجه، ولكن نشجعهم ان ينضموا الى مثل هذه المشروعات لان هم المستفيدين اكثر من غيرهم. وبس في نفس الوقت اوروبا ألمانيا تستفيد كمان لما تنجح مع مجهودات مصرية برضو لتحسين الأوضاع في الداخل مثل تلك الدول اقتصاديا وفي الآخر معاشيا حتى، وده مهم جدا بعض الناس ما تقدرش مهمنا ثقافيا لأن مثلا الرئيس السيسي بيقول دائما نحن نبني إنسانا جديدا. صحيح. كلمة قوية، ولكن المقصود فعلا لابد أن نخدم مش مجرد بالمشروعات الصناعية وعدم هي مهمة نبني خطوط سكادية جديدة لكن الأساس في الإنسان نفسه، التعليم والثقافة والجميع. وبهذه المناسبة أحب أن أشير إلى حاجة، أن ألمانيا عبر الحكومات المختلفة حكموها تركز جهودها للتعاون الثقافي مع مصر أكثر، مصر بالذات وبنجاح غير عادي من أي دولة أخرى في العالم. يعني علاقات الألمانية المصرية أقوى منها مع فرنسا وإنجلترا وأمريكا وأي دولة أخرى، وده في دلالة على يعني حينما نصف هذه العلاقات بأنها تاريخية هذه ليست مبالغة. لا 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 فعلا وجابت نتيجة للطرفين. يعني وصف سمعته بالأمس لهذه الزيارة حينما قال أنه
ربما كان هناك بعض الترقب والتوتر في أوقات الثورة المصرية. ألمانيا مثل غيرها من الدول العالم كانت تنظر إلى ما يحدث في مصر بعين الترقب، لكن كل ذلك اختفى. اختفى حضرتك رأيك بسبب التعامل الدبلوماسي المصري فيما يتعلق بعلاقات مصر الخارجية، ولا بالاستحقاقات الدستورية، استقرار الأوضاع، إلى آخره مما حدث؟ أنت ذكرتيها، بس أول حاجة الدبلوماسية المصرية لها تاريخ، ودائما عرفوا واشتهروا بعض الدبلوماسيين الكبار في مصر على مستوى عالمي في إتقان عملهم ونجاحهم. ومثلا بعد الثورة المصرية سنة 1952 أبقى جمال عبد الناصر على وزير خارجية الملك لأنه كان فعال. بالإضافة ده طبعا مش طبيعي، بس الأرض الأصلية مجهزة ثقافة وحضارة، وهذا طبعا يشجع ألمانيا على التواصل التعاون الثقافي. ونحن نستفيد من المبادرات المصرية أيضا يعني، لأن الحضارة الألمانية عالية أساساً كله يلقى من مصر يعني. صحيح. بس لا ده معروف. بس بالإضافة إلى هذا أقول فيها 7 مدارس ألمانية يعني تعتبر يعني الدراسة هناك باللغة الألمانية أكثر من أي دولة أوروبية أخرى حاليا. والمدرسة الألمانية أو في 3 مدارس ألمانية ناجحة جدا للبنات في بابلو، صحيح، وللبنات في الإسكندرية، وكمان المدرسة الألمانية الإنجليزية. دول بقى لهم حوالي 140 سنة من يعني في تغلغل للثقافة موجودة بس مش معنى ذلك أننا نفرط. لا طبعا، لكن هذه ثقافة موجودة وهناك من يعني وهذا النظام التعليمي موجود. بالضبط. جانب آخر الجامعة الألمانية صحيح أرقى مستوى صحيح. طيب معلش حضرتك اتفضل. هو في جامعه المانيه ستقام في العاصمه الاداريه الجديده يعني انا اعتقد انا لا ابالغ ولم ابالغ فيما وصفت. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام أهلا بك على شاشة قناة النيل. نلقي يعني الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا، ما يمكن أن تسفر عنه هذه الزيارة لأنها ذات أبعاد كثيرة جدا، سياسية، اقتصادية، أمنية، ثقافية، حتى في مجال العلاقة ما بين مصر وأوروبا وألمانيا وإفريقيا أيضا. تقييم حضرتك لهذه الزيارة؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. هي طبعا زيارة مهمة للسادة الرئيس إلى ألمانيا، وهي الحقيقة لها أهميتها سواء من حيث التوقيت تتم فيه الزيارة أو من حيث الموضوعات اللي بيتم تناولها. من حيث التوقيت هي بتأتي بعد فترة يعني قصيرة من زيارة قام بها السادة الرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى خطاب مصر أمام العالم، وقابل فيها عديد من الرؤساء والزعماء لدول مختلفة، وقابل فيها أيضا الرئيس الأمريكي ترامب. أيضا بتأتي بعد زيارة قام بها السادة الرئيس لروسيا، وتأتي هذه الزيارة الآن لألمانيا، وده بيعكس الحقيقة المرونة اللي بتتمتع بها السياسة الخارجية المصرية إنها بتسير على عدة محاور ولا تقتصر في المعاملات على دولة بعينها أو مجموعة قليلة من الدول. إنما مصر بتتوجه نحو الشرق يعني آسيا، نحو الجنوب يعني أفريقيا، نحو الدول العربية، دون أن يكون ذلك على حساب أحد يعني. أيضا العلاقات هامة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول أوروبا الغربية. فمن حيث التوقيت هي لها هذه الأهمية، إضافة إلى أنها بتعبر عما اللي إحنا بنسميه في السياسة نقول عليه دبلوماسية القمة. دبلوماسية القمة يعني دبلوماسية الرؤساء والقادة والزعماء، واللي بيبقى لها أهمية كبيرة الحقيقة فيما تسفر عنه من نتائج. من حيث الموضوعات طبعا هي موضوعات مختلفة ومتعددة يتم بحثها
خلال هذه الزيارة للسيد الرئيس، سواء منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية يعني العلاقات بين مصر وألمانيا أو ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. بالنسبة لمصر وألمانيا وعلاقتهم الثنائية، يعني احنا بناخد في الاعتبار ان مصر دولة مؤثرة في اقليمها، في منطقة الشرق الاوسط، في المنطقة العربية، في افريقيا. صحيح. ألمانيا ايضا مؤثرة في دول الاتحاد الاوروبي، لها اهميتها ولها اهميتها حتى في العالم كقوة صناعية واقتصاد قوي. إذن في أيضا قمة، يعني اللي بيسموها قمة مصغرة إفريقية، صحيح، ووجهت الدعوة للسيد الرئيس للحضور. لا، وجهت الدعوة أيضا للرئيس السيسي لحضور منتدى أو مؤتمر ميونخ للأمن. ومفترض أنه الحضور يكون في شهر فبراير من عام 2019. يعني الأهمية الرمزية، وطبعا من حيث التنفيذ أو المشاركة في مثل هذا المنتدى الهام للأمن، وهو الهاجس ربما الذي يحكم العالم الآن. ده صحيح، يعني منتدى الأمن ده منتدى مهم وهيعقد في ميونخ المدينة الألمانية، هيتناول القضايا المتعلقة بالأمن، القضايا المتعلقة بالإرهاب، ودي بتهم يعني بتهم ألمانيا وبتهم مصر وبتهم العالم ككل. عشان كده احنا حتى ممكن نسميها القضايا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإيه هي إمكانيات التعاون المصري الألماني في هذا الأشياء، سواء في شكل أسلحة معينة أو تبادل معلومات أو شيء من هذا القبيل. إذن هي أيضا لها أهميتها من الناحية الأمنية، لها أهميتها من الناحية السياسية، بمعنى الملفات المختلفة المطروحة في المنطقة، الملفات الساخنة ووجهة النظر الألمانية في هذا الشأن. إذن أيضا من وجهة نظر الاستثمار، من وجهة نظر الاقتصاد، من وجهة نظر السياحة وعودة السياحة الألمانية إلى سابق عهدها إلى مصر. إذن هي قضايا متعددة ومختلفة، ومتوقع أنها تسفر عن نتائج واتفاقات ما بين الجانبين المصري والألماني. شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة. سيد فولكارد، بما أننا يعني توقفنا عند نقطة المشاركة في مؤتمر ميونخ أو منتدى ميونخ للأمن، تعقيب حضرتك، وضعنا في صورة أهمية هذا المنتدى أيضا. هذا المنتدى أصبح يعني ندوة سياسية تقليدية مقرصة لمناقشة وتقييم الأوضاع الأمنية في العالم ككل، وتنضم إليها شخصيات مش لازم يكون لها منصب حاليا أو كان منصب، وفعلا تعتبر من المؤتمرات النادرة في العالم كله من حيث مستوى المشتركين المدعوين والتأثير عن نتائج هذا المؤتمر، ينعكس في الصحافة العالمية والألمانية بطبيعة الحال. ودعوة مصر ورئيسها للمشاركة اعتبر خطوة إيجابية، وتدل مرة أخرى قد إيه ألمانيا تقدر مصر وموقفها والدور، وبالذات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان في حاجه، اتفضل. انت ما سالتيش بس برضه كنت تسالي بس الوقت قضيت. عن ايه؟ المانيا تقدر ايما تقدير كافيه القياده المصريه حاليا محاربه الارهاب، حتى الفكر الارهابي، بالتعاون مع المؤسسات الأزهر يعني أجهزة كثيرة ومدارس التربية والتعليم. ومثل هذه المحاولات ما تفلتش من عين المراقبين الألمان. يعني هم يرون أن مصر تتعامل بذكاء، أنه ليس من جانب أمني الجديد بتدم هذه الجهود وبتجيب نتيجة. طبعا دي عمليها تاخد وقت، لأن كان عندهم فترة طويلة الجماعة اللي كانوا يتمتعوا بالدعم والشعب بالملايين نزلوا الشوارع عشان يتخلصوا منهم. وهذا أقنعت المسؤولين في ألمانيا وفي الغالب في العالم ككل، بس ألمانيا بالذات وثق العلاقات بيننا بضرورة الاستفادة من هذه الخبرة والتعاون
نقد موثق شغال. بنختتم كلامنا مع حضرتك يعني استنتاج او خلاصه سريعه، انه المانيا كدوله ذات اهميه وذات ثقل وفكر خاص لا تقترب من دوله الا اذا كانت تثق فيها اولا كما ذكرت حضرتك، يعني الثقه هي اساس لتطوير العلاقات. اشكرك شكرا جزيلا السيد فولك هارد فينفور، الكاتب الصحفي الالماني ورئيس جمعيه المراسلين الاجانب في مصر، شكرا جزيلا. اهلا. أشكركم أيضا مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من برنامج المشهد، إلى اللقاء.